الهدف، سجل هدفا وقلص الفارق للملك. والله الله يا شرجاوي، حلوة 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 حلوة، ثبت الكل حتى حارس المرمى أحمد ديدة كان يتفرج على الكرة الماضية. هذه عوايده، هذه تصويباته، هذه إمكانياته. نواف ينجح في إعطاء الأمل للفرقة الشرجاوية، ويعادل النتيجة 2-2 في الوقت القاتل من عمر المباراة. الملك الملك يسجل هدفا قاتلا عن طريق هدافه، عن طريق ريفاس، اللاعب اللي يسجل ثامن أهدافه في بطولة الدوري، لكنه هدف غالي، هدف غالي جدا في مباراة اليوم. شوف التمريرة من أدريان والعرضية من يوسف واللمسة القاتلة من الفنزويلي. ريفاس الذي أعاد الأمور إلى 2-2 والشرجاوي ينجح في التعديل.